من المعلوم تماما أن التدخل في تركيبة المكونات في العراق يعد تغييرا ديموغرافيا واضحا، ودأبت هذه السلطات الحكومية بالتعاون مع قوى إقليمية أبرزها إيران بعمليات التغيير الديموغرافي لكل المكونات العراقية، ومنها المكون المسيحي الذي تعرض حقيقة إلى الاستيلاء على منازلهم وعقاراتهم تقدر بالآلاف في بغداد في الموصل بطريقة همجية إلى الآن يشغلها هؤلاء الأطراف المسلحة التي تنتمي إلى الأحزاب والسلطات الحكومية المشكلة للحكومات ما بعد 2003. وبالتالي نحن نرفض، وقد بينا في مواقف سابقة كما بينت قوى المناهضة المشكلة للميثاق منذ عام 2003 إلى رفضها هكذا تدخل وهكذا تغيير وتهجير متعمد قسري للمكون المسيحي. العراقيون مكونات فسيفساء جميلة يمتازون بالوحدة والتآلف فيما بينهم، ولم تشهد عمر العراق كله الآلاف ممتد من آلاف السنين إلى هذه اللحظة لم يشهد أن هناك انقساما شعبيا. ما يجري هو عملية صناعة انقسام بدعم سياسي من أجل الوصول إلى عمليات الضغط للتهجير القيادات الوطنية التي هي تعتبر صمامات الأمان لوحدة العراق من ضمن كل المكونات العراقية ولا سيما منهم المكون المسيحي. نعود مرة أخرى هاتفيا، عبر الهاتف معنا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد عبد القادر النائل بشأن التدخل الحكومي في شؤون الكنيسة الكلدانية. سيد عبد القادر، لماذا هذا الاستهداف لشخصية البطريرك لويس ساكو برأيكم؟ بسبب مواقفه؟ ما الأسباب يعني؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. دأبت السلطات الحكومية بأحزابها، وإن كانت هناك تغيرات بأسمائها منذ 2003 إلى يومنا هذا، إلى عمليات الدفع باتجاه استهداف كل قيادات مكونات الشعب العراقي. هذه القيادات التي هي قيادات حقيقية راسخة جذورها، وهي حقيقة منبثقة سواء كانت اجتماعية أو دينية أو زعامات مثقفة وقيادات مجتمعية، هي منبثقة من مكوناتها وبالتالي تحظى بدعم كبير. لذلك عملية الاستهداف إذا ما حصرناها بما مؤخرا بالمكون المسيحي ولشخصية الكاردينال لويس ساكو، هذا الاستهداف يأتي من عمليات تغييرات جوهرية تريدها إيران والسلطات الحكومية بسبب صناعات وهمية لبعض الشخصيات التي محسوبة على هذه المكونات. فعندما يتم صناعة ميليشياوي كريال الكلداني وبالتالي يوصف على أنه مكون أو مسؤول مكون المسيح في العملية السياسية، لا يريدون أصوات لا تنتمي إلى العملية السياسية مطلقا، ولا يريدون أصوات لا تتماشى مع رغبات إيران. الكاردينال لويس ساكو رفض ميليشيات ريان الكلداني ورفض الجرائم التي ارتكبها بحق العراقيين من تهجير ومن اغتيالات، ورفض انصياعه لترتيبات إيران في صناعة زعامات وهمية لقيادة العراق. وبالتالي يأتي هذا الاستهداف إكمالا للاستهدافات الماضية التي يتعرض إليها مكونات الشعب العراقي، فقد تعرض على سبيل المثال المكون السني اجتماعيا دينيا إلى عمليات اغتيالات ممنهجة وإلى عمليات مضايقات كما حدث على سبيل المثال للشيخ الجليل رحمه الله الدكتور حارث الضاري، وكما حدث للطرخي مؤخرا عندما تم حتى هدم مساجده في الشيعة. لذلك حقيقة تأتي عملية الاستهدافات من خلال طرد القيادات الحقيقية وحل محلها قيادات وهمية مصنوعة من أحزاب السلطة ومن دول إقليمية على رأسها إيران لتمرير الأجندات التي يريدونها ولإعادة صناعة عراق بقيادات هي ولاؤها المطلق لإيران. فلذلك الاستهداف جاء بسبب رفضه لهكذا ممارسات، ولأنه حقيقة يرفض تقسيم العراق وبالتالي لا يتماشى مع المصلحة الإيرانية. نعم، هو أيضا كان له موقف مهم من دستور عام 2003 وانتقد بريطانيا على مشاركتها في احتلال العراق وترسيخ الطائفية. إلى أي مدى إذن ترى أن هذه التدخلات الحكومية تكشف عن الوجه الحقيقي لأحزاب هذه السلطة الحاكمة منذ عام 2003 والميليشيات الموالية أيضا لإيران في الداخل العراقي؟ بالتأكيد هذه الاستهدافات
هي من جهة مضرة بالشعب العراقي لأنها تستهدف القيادات الحقيقية، لكن العراقيين والشعب العراقي يعلمون من هي القيادات والزعامات التي يمكن من خلالها حقيقة تكون لهم وجهتهم الحقيقية في إنقاذ بلدهم، وبالتالي هذا يكشف حجم خطورة المشروع الذي تقوده إيران وتقوده أحزاب السلطة وبالتالي قوة السلاح لهذه الميليشيات من فرض الأسماء الوهمية في صناعة قيادات العراق. هذه الأسماء الوهمية هي قيادات لا قيمة لها لأنها لا تمتلك جذور حقيقية، وقد رأيتم في كل هؤلاء الطبقة السياسية كيف تزداد عمليات الرفض يوما بعد يوم من قبل الطبقة الشعبية ومن مكونات المجتمع العراقي جميعا. لذلك حقيقة هي كشفت الوجه الحقيقي لمشروع العملية السياسية القاضي إلى التغيير. نحن انتقلنا من عمليات التغيير الديمغرافي الشعبي إلى عمليات التغيير الديمغرافي لقيادات المجتمعية سواء كانت دينية أو اجتماعية، وهذا حقيقة ما يعكس خطورة المشروع التي تقوده هذه الأطراف وأنهم متناسقون جميعا في استهداف الشعب العراقي. فعندما حقيقة لا تريد الأحزاب المحسوبة على إيران كالإطار التنسيقي استهداف الكاردينال أو المكون المسيحي لأنهم كانوا قد أخذوا منازلهم سابقا، كلفوا رئيس الجمهورية المحسوب على المكون الكردي ليستهدف هكذا، وهكذا هم يتناوبون في عمليات الاستهداف لأنهم جميعا ضمن مشروع واحد. وهذا ما يعكس على أن القيادات الوطنية ينبغي أن تتوحد جهودها في إنقاذ العراق، ولذلك زيارة الوفد الميثاق الوطني العراقي إلى الكاردينال تأتي في سياق توحيد الجهود من أجل استعادة العراق، وكذلك كانت الرسالة التي وجهت من اللجنة العليا واضحة وصريحة بدعوة الكاردينال وغيره من الشخصيات الوطنية إلى العمل الجاد لإنقاذ العراق. عضو اللجنة العليا لميثاق الوطني العراقي عبد القادر نايل، شكرا جزيلا لك.